حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام اخبرنا معمر عن الزهري وهشام بن عروه عن عروه عن عائشه رضي الله عنها قالت كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فاطال القراءه ثم ركع فاطال الركوع ثم رفع راسه فاطال القراءه وهي دون قراءته الاولى ثم ركع فاطال الركوع دون ركوعه الاول ثم رفع راسه فسجد سجدتين ثم قام فصنع في الركعه الثانيه مثل ذلك ثم قام فقال ان الشمس والقمر لا يخسفان لموت احد ولا لحياته ولكنهما ايتان من ايات الله يريهما عباده فاذا رايتم ذلك فافزعوا الى الصلاه